العامين اللي عملت مقاطعة فداء السلطان والوفد المرافق له، السيدة رئيس مقاطعة فداء، السيدة المديرة الإقليمية، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية، السيدات والسادة المستشارين والمستشارات، السادة المدراء المؤسسات الثانوية، الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا الحفل نهائي برنامج اكتشاف المواهب. انا سميتي يسرى ابو الوفي، سن 14 سنه، وكندير المسرح حيت كيعجبني بزاف، اي حاجه متعلقه به التمثيل كلشي كيعجبني. صراحه الراي ديالي في هادشي اللي داروا هنايا في مقاطعه الفداء صراحه هو شيء جد رائع، اللي خلى كينمي القدرات ديال يعني الشباب، كيخليهم يشجعوهم على زعما انهم يكملوا في المواهب ديالهم. وبغيت نقول حاجه اخرى للناس اللي ما ربحوش، راه هادي ماشي الفرصه الاولى ولا الاخره، كاينين بزاف الفرص، غادي تطيح غادي تنوض غادي تعاود تطيح غادي تعاود تنوض، ولكن ما تحبش دير داكشي اللي في قلبك حتى ربي يولي عارف. شاهد ياسين، مستشار مقاطعه الفداء، عضو في لجنه الشؤون الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه. اليوم كيف شفتوا كان النهائي ديال البرنامج دو تالنت ستودنت اللي نظمته مقاطعه الفداء مر سلطان بالتنسيق، مقاطعة الفداء بالتنسيق مع المديرية الإقليمية فداء مر سلطان، كيف شفتوا كانوا المشاركين قدموا أحسن ما عندهم؟ الحمد لله الجمهور اللي حضر ولاد درب سلطان راه عجبهم هذا النشاط، وإن شاء الله يتكرر في الموسم المقبل. إن شاء الله بحال هاد الأنشطة اللي كتحفز الوليدات وكتخليهم يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على مجموعة من الأمور السلبية، وكتخليهم يفجروا الطاقات ديالهم بالمواهب ديالهم. هاد البرامج خصهم يلقاو انتشار واسع على الصعيد الوطني، وان شاء الله نتمنوا انه ان شاء الله العام الجاي يكون البرنامج في افضل حله ديالو. اذا انا بالنسبه ليا كشاب باقي كنحس بهم، كنحاول ما امكن نعيش معهم يعني هاد الفتره ديالهم، ونحاول ما امكن بما انني انا عضو في المجلس نوفر لهم تحويج اللي حنا بطبيعه الحال ما لقيناهمش مني كنا تلاميذ. الاسم ديالي منير بريامي، كنقرا في الثالث اعدادي اعداديه رابعه العدويه. الصراحه هذا النشاط هذا كان جد متميز وفريد من النوع ديالو، وانني خسرت هذا ماشي بروبليم ولا يعني انني خاصني نتحطم، لا بالعكس خاصني نزيد نفرح ونزيد نواصل في هذه المسيره ديالي. والشكر جزيل للسيد مقاطعه الفداء، وكاين بزاف ديال البرامج اللي نقدروا ننميو فيهم المواهب ديالنا وبزاف ديال المدارس، ولكن هذا البرنامج هذا فريد من النوع ديالو.